بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله ده اخر درس عندكم في المنهج، وهو درس سهل جدا. الدرس صغير خالص، والمواضيع اللي فيه مباشرة. احنا هنتكلم في الدرس ده عن حاجة اسمها pollution. فالدرس اسمه soil protection and pollution. تعالوا الاول نعرف يعني ايه pollution. بوليوشن يعني التلوث. انت لما تروح مكان مليان مصانع وغبار وداست وكلام من ده، بتقول ان المكان ده ملوث، المكان ده مش نظيف. معنى كده ان في بوليوشن كتير. يبقى لو جينا شفنا يعني ايه بوليوشن، بوليوشن is the change in the environment that harms living organisms. هو تغيير في البيئة اللي هي environment that harms living organisms، اللي بيأثر على the living organisms. طيب أنا قدامي environment حصل فيها change وده harm living organism. طب ايه السبب؟ السبب ان في حاجات عملت البوليوشن ده، اسمها ايه؟ اسمها بوليوتنتس. يبقى the materials that cause this pollution are known as pollutants. ففي الدرس ده هنعرف يعني ايه بوليوتنتس، وهنعرف انواع البوليوتنتس. البوليوتنتس هي الحاجات اللي او materials that harm the environment أو harm the living organisms such as examples على soil pollutants. هنتكلم في البوليوشن عموما على السويل. ففي حاجات بتسبب pollution to the soil، زي أول حاجة اسمها chemical pesticides. الchemical pesticides اللي هي المبيدات دي، حاجات أنا بستخدمها لما أكون مثلا بزرع، ف بحط على الزرع بتاعي حاجة اسمها مبيدات عشان توكل بس الحشرات والحاجات اللي بتضر النبات عندي، فأنا برش عليها مبيدات. في الحقيقة ان المبيدات دي بتعمل بوليوشن، بتعمل سويل بوليوشن. يبقى اول سويل بوليوتنت اللي هو الحاجات اللي بتسبب البوليوشن الكيميكال بيستسايدز. Chemical pesticides are used to kill pests that attack the plant. الحاجات اللي بتهاجم البلانت. Some pesticides had bad effect on the environment. ليها bad effect. لو جه سألني قال لي ليه give reason some pesticides had bad effect because لأن البستسايدز دي بتمشي مع السويل، لأن أنت بترشها على السويل، فهتدخل جوه البلانت، هتبقى جزء من البلانت، ودي chemical، فالكيميكال بتضرنا. يبقى because it passes to the plant and harms the human human health and animals feed on it. الانيمالز بتفضل تتغذى عليها، ونفس الكلام بتأثر على ال human health. يبقى أول حاجة بتعمل pollution أو البوليوتنت عموما chemical pesticides. Chemical pesticides are used to kill pests that attack plants. Some pesticides had bad effect because it passes to the plant and had harms أو and harms the plant harms the human health and animals feed on it. يعني هي بتدخل pass to the plant and harms the human health and animal feed on it. Number two عندنا البوليوتنت التاني اللي هو chemical fertilizers. الchemical fertilizers هي الحاجات اللي بتخلي السويل تزرع أسرع. يعني انت بتزرع مثلا بوتيتو في 3 اسابيع مثلا، فانت تحط الكيميكال فيرتلايزر تلاقيها طلعت في اسبوع، فبتزود خصوبه التربه. يبقى الكيميكال فيرتلايزرز ار يوزد تو انكريز فيرتيليتي اوف ذا سويل، بتزود الانتاج او الخصوبه اوف ذا سويل. يوزينج كيميكال فيرتيليتيز او فيرتلايزرز كوز سويل بوليوشن. ليه بتسبب سويل بوليوشن؟ بيكوز ات كوزز ذس of organic أو this of organisms live in the soil. بتموت الأورغانيزم اللي عايشة في السويل. We passing fertilizers to the plant and harms the human health. بتدخل جوه البلانت زي بالضبط
البيستسايدز وبتضر الانسان. من البوليوتنتس برضو للسويل اندستريال ويستس. اندستريال ويستس كامينج فروم فاكتورز بوليوت اير اند ووتر. المصانع عماله تطلع في مخلفات وبترمي في المايه، فالمايه او الووتر بتوصل للبلانت مش نظيف. وين بوليوتنتس ميكس ويز ووتر it form acidic rains، بتكون حاجه اسمها acidic rains. This increase soil acidity and dissolve the salts needed for the plant. يبقى لما الووتر تبقى فيها industrial wastes هتتبخر وتكون clouds، وclouds هتمطر، فبتمطر حاجه اسمها acidic rains. الacidic rains لما بتنزل على السويل بتدوب السولتس اللي موجوده وبتخلي النبات ما يستفدش. من البوليوتنتس برضو المهمة جدا increase the soil salinity. salinity يعني درجة الأملاح اللي موجودة جوه السويل، الملح اللي موجود لو زاد ده غلط، يبقى increase the soil salinity. لما سيب السويل ما فضلش ما حطلهاش مية، حطلهاش ووتر for long period، ده بيعمل bad effect على السويل. يبقى spacing periods of irrigation harm the soil، لما سيب فترات كبيرة في الirrigation بيضر السويل. because it increases salinity and cause death of plants. then لما أنا ما حطش مية على السويل ده هيزود السالينتي فيها اللي هي الأملاح وهيسبب death of plants. برضو ال underground water المية اللي تحت الأرض فيها نسبة salinity عالية، فrising level of groundwater harm the soil because it increases salinity and causes of plants. يبقى دول الأربع أو four soil pollutants. How to protect soil from pollution؟ إزاي نحافظ على السويل من pollution؟ مطلوب منك إنك تحفظ لي اثنين أو ثلاثة من دي، لأن ده سؤال أساسي في الامتحان. Use natural enemies instead of pesticides. أخلي الطبيعة هي اللي تقضي على البيستس. natural enemies insects that help to kill pests or best of crops. use natural fertilizers instead of chemical fertilizers. improve the drainage of agriculture land. build factories far from farmlands. ان انا ابني المصانع بعيد قوي عن مناطق الزراعه. treatment of factories wastes. regulate the irrigation to protect it from drying. ان انا انظم عملية الري. recycle the agricultural resources to useful material. ان انا اطور الزراعة او اطور المخلفات اللي بتطلع من الاجريكالتشر واستخدمها في الزراعة برضو. ده كده lesson number 3. lesson سهل جدا، مطلوب منك انك تحفظ soil pollutants الاربعة، الكيميكال pesticides والكيميكال fertilizer والindustrial resources ال increasing of soil salinity و how to protect soil from pollution. وبكده احنا الحمد لله خلصنا الدرس الثالث. والدرس الاخير عندكم في المنهج دي شوية exercises، ممكن ان انتوا توقفوا الفيديو وتحاولوا تحلوها. كنت معاكم مستر احمد الباشا على مدار الترم بشرح لكم منهج الصف الخامس الابتدائي في الساينس. اي حد عنده مشكلة او عاوز يستفسر عن اي حاجة يبعت لي على رقمي على واتساب 011-532-33-911. ماشي، ده الرقم بتاعي على الواتساب. اي حد عنده استفسار او اي حد عنده حاجة مشكلة او مش عارف يفهم حاجة يبعت لي، او محتاج لينك درس معين او لينك للبوكلت نفسها هبعتها له. انا مبسوط ان انا معاكم، وان شاء الله نتقابل في المراجعات. هعمل لكم مراجعة قوية جدا للمنهج. اتمنى ان انتوا تذاكروا كويس وتبعتوا لي دايما الاستفسارات بتاعكم. انا بيجي لي رسائل كتير منكم على الواتساب وبحاول ان انا ارد على معظمها، لان بتبقى فيها اسئلة مهمة. يعني في ناس منكم بتسأل اسئلة مهمة وفعلا بتكون مفيد.
برضو عندنا جروب الواتساب اسمه Science with Mr. أحمد الباشا بالإنجليش طبعا، Science with Mr. أحمد الباشا، لو كتبته هيطلع لك الجروب بتاعنا على فيسبوك، تقدر أنت تكون معنا في أي وقت. أتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية كتيرة. كنت معاكم مستر أحمد الباشا، باي باي.